هو انا ينفع اكلم صاحبتي بعد ما اخلص الهوا دلوقتي اقول لها يلا بينا عايزين نشرب قهوه مع بعض؟ اه طبعا ممكن لو دي حاجه اسمها عزومه كاجوال او نزوله كاجوال، لكن العزومات بقى اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنها خروجه الرسمي بقى، خروجه بقى اللي احنا هنجمع عدد، فدي بتبقى محتاجه قبلها على الاقل اسبوع او 10 ايام علشان اقدر ان انا اجمع العدد كله في مكان واحد. وكمان لازم نكون محددين هي دي هتتعمل عند حد فينا ولا خروجه بره البيت، عشان هتفرق برضو، لانه لو احنا مثلا هننزل ده فطار ولا غدا ولا عشاء ولا بس مجرد شاي، ففي تفاصيل كتير. من البيت لمكان تفرق في ايه؟ اهم الفوارق بينهم وبين بعض. اهم حاجه من البيت للمكان التوقيت، ده رقم واحد، انه هل التوقيت ده مناسب للي هتستضيفنا ولا لا، وساعتها لما هنكون في بيتها احنا محتاجين ان احنا نلتزم قوي بقى بالميعاد، علشان ما ينفعش الاكل يتحضر لو هيبقى مثلا عزومه فطار او حاجه ويتحضر والضيف يبقى متاخر، وبالتالي انا كده عملت ضرر على صاحبه البيت. ففي تفاصيل صغيره قوي علشان القعده تبقى احسن ما يمكن، زي ما انت قلتي دي بتعمل طاقة إيجابية مهمة. طيب أحيانا لما بنيجي نرتب الخروجة ما بنبقاش عارفين يعني إذا هي برا البيت مين اللي يقوم بالترتيب، يعني هل بقى يبقى لها طريقة معينة، ولا دلوقتي الواتساب والجروبات اللي احنا عاملينها دي بقت بتغني عن فكرة مين اللي هيبقى صاحب القرار، مين اللي هيقول يعني الدعوة في البداية، غير طبعا لو في بيت أكيد صاحبة البيت هي اللي هتدعي زملائها. دايما في كل جروب هتلاقي في حد هو الليدر كده اللي بيقوم الدنيا يعني، فهو ده هتلاقيه غالبا هو اللي هيقول، يعني هتلاقينا احنا حتى لو يعني احنا لو انا عايز انزل هتلاقيني بكلمه اقول له ما ايه رايك، هو الانشط، هو الانشط، فهو اللي هيعرف يدبر. في دايما حد في كل شله بيعرف يعمل التجميع دي، فهو ده افضل حد لان هو دي حتته، فهو افضل حد هو اللي بيقوم بده، فاحنا كل شله اللي عارفين مين فيه اللي بيعمل ده. وبعدين لما نيجي نعمل ده دايما بيبقى في مشكله في الخروجات انه ردنا بيبقى بطيء، مش عارفين، مش هنشوف، وهنشوف طب المواعيد، ونفضل مأجلين الرد لحد آخر لحظة، وفي الآخر نيجي نعتذر في قبلها بيوم أو قبلها الصبح. دي اللي بتعمل المشكلة اللي أنا كنت لسه بتكلم عنها. مش طاقة سلبية والله. ودي هي دي فعلا بتعمل مشكلة، إن الخروجة بدل ما إحنا عندنا إكسبكتيشنز إن إحنا هنبقى عدد كبير وهنتصور صور حلوة وناخد ميموريز ونعمل مش عارفة إيه ونجرب أكلة حلوة، هتبقى الخروجة في يعني مش عايزة أقول نيجاتيف، لكن الإكسبكتيشنز بتاعتنا أو التوقعات بتاعتنا قل شوية. يعني الاعتذار يكون في أسرع وقت ممكن، قبلها بيومين على الأقل لازم، لأنه يعني كل شخص يعني إحنا كخروجة بنبقى محضرين حاجات معينة عايزين نعملها، أكل معين عايزين نجربه وندوقه مع بعض، فأنت بتعلي توقعاتك كل شوية. إلا إذا حد حصل له ظرف طارئ طبعًا. ده طبعًا يعني ما فيهاش مشكلة طبعًا. يعني لكن طيب لو الخروجة بقى إحنا مدعوين كلنا كده عند صاحبتنا على الفطار أو على قعدة شاي، المفروض واحنا رايحين نتفق مع بعض هناخد ايه او نساعدها مثلا في الحاجات اللي هتتقدم، وهل من الاتيكيت ان صاحبة البيت تفتح الاشياء دي لو احنا واخدينها كهدية، ولا ايه التصرفات اللي المفروض تحصل؟ هقول لك بقى دي في كام حاجه هنا مهمه قوي. اول حاجه هي الخروجه دي تعتبر برضو كاجوال، انا صاحبتي عازماني في البيت مش مديري اللي عازمني في البيت، يعني صاحبتي عازماني في البيت فدي كاجوال، فطبيعي جدا ان انا هتصل اقول لها ايه انت محتاجه ايه، ونكتب مثلا كل واحد احنا محتاجين ديزرت، محتاجين حلويات، محتاجين مثلا لو هي فطار، حتى لو هي قالت لا مش ما تجيبوش حاجه ما تعملوش حاجه، حتى لو هي قالت احنا محتاجين ان احنا نصر، عشان لان احنا ممكن تلاقي دوبليكيشن او هتلاقي مثلا حاجات كررت اكتر من مره، يبقى مبادره برضو مننا، فلازم مبادره مننا ان احنا لو هي قالت لا ما تجيبوش حاجه وانا عامله كل حاجه، يبقى ساعتها كل افراد المجموعه مش هيجيبوا بقى اي حاجه تتاكل.